بكم إلى نشرة أخبار الخامسة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان ومن أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية الهند الصديقة بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لبلاده. السلطنة توقع اتفاقية قرض بقيمة 3,550,000,000 دولار مع مؤسسات مالية صينية. أكثر من 1,100,000,000 ريال عماني قيمة الصادرات السلعية غير النفطية وإعادة التصدير للسلطنة عبر المنافذ الجمركية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا جديدا لبلاده. ضمنها جلالته خالص تهاني لفخامته وأطيب تمنياته له بالتوفيق في قيادة الشعب الهندي الصديق لمزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات الصداقة بين البلدين بالتطور والنماء. وقعت حكومة السلطنة قرضا قيمته 3,550,000,000 دولار مع مجموعة مؤسسات مالية صينية. التوقيع يأتي تأكيدا على ثقة المستثمرين بسلامة البنية الأساسية لاقتصاد السلطنة. 3,550,000,000 دولار أمريكي إجمالي قيمة قرض جديد وقعته حكومة السلطنة مع مجموعة مؤسسات مالية صينية. وشهد طلب القرض غير المشروط بضمان اهتماما كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية الصينية، حيث كان طلب القرض الأول بمبلغ 2,000,000,000 دولار، وبسبب الإقبال الكبير من هذه المؤسسات تمت زيادة مبلغ القرض. القرض الذي سيتم تسديده بعد 5 سنوات يعتبر امتدادا لما قامت به الحكومة من طرح سندات دولية بمبلغ 5,000,000,000 دولار وصكوك سيادية بمبلغ 2,000,000,000 دولار في وقت سابق من هذا العام. وستتمكن الحكومة من خلال توقيع اتفاقية القرض الجديد من تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية والتي تتمثل في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع في العام الجاري واحتياجات سداد أقساط القروض التي يحين استحقاقها هذا العام وتنويع مصادر التمويل من خلال أسواق رأس المال للدين. وتعتبر اتفاقية التمويل هذه أول اتفاقية تمويل تعقد في المنطقة وتقتصر على المؤسسات المالية الصينية فقط، الأمر الذي يعني إدخال مجموعة جديدة من المستثمرين إلى السلطنة، وذلك من خلال أول اتفاقية تمويل تتم عن طريق دائرة إدارة الدين العام التي أنشئت مؤخرا بوزارة المالية. أكثر من 1,100,000,000 ريال عماني قيمة الصادرات السلعية غير النفطية وإعادة التصدير للسلطنة خلال الربع الأول من عام 2017، وذلك عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية. وجاء التصدير بحريا في المرتبة الأولى، وذلك بقيمة قدرت ب 711,000,000 ريال عماني، ثم التصدير عبر المنافذ البرية بقيمة وصلت إلى 363,000,000 ريال عماني. أما جويا فبلغت قيمة الصادرات 39,000,000 ريال عماني. إنشاء لجان لمتابعة التطورات الدولية حول أنظمة الدفع المتبعة لإدارة البنية الأساسية لسوق المال أبرز توصيات المؤتمر الدولي للدفع الإلكتروني في ختام أعماله بصلالة. المؤتمر ناقش على مدى يومين العديد من المحاور، أهمها التطورات والتوجهات في نظم المدفوعات العالمية والأنظمة الاقتصادية الوطنية التي من شأنها رفع مستوى الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني لإنجاح التجارة الإلكترونية والأبعاد القانونية لعمليات الدفع الإلكتروني. رعى ختام أعمال المؤتمر سعادة الدكتور خالد بن سالم سعيدي أمين عام مجلس الدولة.
بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال تبادل الخبرات الأكاديمية العسكرية بين السلطنة وجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، كان محور لقاء الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة خلال استقباله وفد كلية الدفاع الوطني بجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة برئاسة اللواء ميزانور رحمن خان. حضر المقابلة عدد من كبار ضباط رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة. احتفلت الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية بافتتاح المعرض المروري في ولاية صلالة بمحافظة ظفار. المعرض الذي يأتي بالتزامن مع موسم الخريف يهدف إلى نشر ثقافة التوعية المرورية لكافة زائري المحافظة من داخل السلطنة وخارجها. سعيا لنشر ثقافة السلامة المرورية، افتتح صباح اليوم بمركز جاردنز مول التجاري بولاية صلالة المعرض المروري والذي تنظمه شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة ظفار، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن عقيل آل إبراهيم المكلف بأعمال نائب محافظ ظفار. مشاركة أساسية، والمجتمع يبنى من خلال تعاون ومشاركة كل فئاته، سواء في المؤسسات الحكومية أو في مؤسسات المجتمع المدني أو في الشركات أو في مختلف المجالات. جاء هذا المعرض والذي سيستمر إلى يوم الجمعة القادمة مواكبة لما تشهده المحافظة من توافد كبير من الزوار للاستمتاع بالأجواء الخريفية الموسمية الاستثنائية وما يصاحبها من حركة ثقافية وفنية واجتماعية، حيث يهدف المعرض إلى نشر وتعزيز الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع. سعيد بطبيعة الحال أن نرى هذا الجمع الكبير من المشاركين وأيضا العارضين والزائرين لمعرض السلامة المرورية اللي هو أساسا جاي تحت شعار سياقة آمنة، وهذا المعارض الهدف منها مشاركة المجتمع وإظهار الجهود المبذولة في جانب التوعية المرورية. حي شرطة عمان السلطانية على كل الجهود التي تقوم بها من أجل إرساء الأنظمة والقوانين وحماية أموال المواطنين وممتلكاتهم بما فيها المرورية. يشارك في المعرض مجموعة من الشركات الرائدة والمهتمة في تعزيز مفهوم السلامة المرورية، بالإضافة إلى الجمعية العمانية للسلامة على الطريق وجمعية المرأة العمانية بصلالة، عبر فقرات وفعاليات متنوعة ركزت على سلوكيات مستخدمي الطريق والأطفال. أشكر شرطة عمان السلطانية على دعوتها لنا بالمشاركة في هذا المعرض، وأنا أعتبر هذا المعرض مهم جدا بما يحوي من توعوية يعني يهدف إلى توعية المجتمع، وبالذات نحن في فصل الخريف محتاجين لهذه التوعية. هذه بادرة جميلة ما شاء الله تبارك الله من مرور عمان. الحوادث المرورية بشكل كبير في الخليج، وكيف نتعاون مع المرور؟ التعامل مع المرور التزام بالقواعد المرورية. يتضمن المعرض على العديد من الأقسام والفعاليات، منها نافذة الخدمات المرورية التي تعنى بالاستفسارات عن مختلف الخدمات المرورية، وركن توعوي يشمل على نشرات توعوية وإحصاءات وعروض مرئية. ونظرا لاستهداف المعرض لفئة الأطفال، احتوى على مرسم وقرية مرورية نموذجية تحاكي الواقع المروري. سياقة آمنة هو شعار معرض السلام المروري هنا في جاردنز مول صلالة، والذي يهدف إلى نشر الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع. النقيب طارق بن عوض الشنفري، جاردنز مول صلالة، محافظة ظفار. أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قانون الوكالات يسمح بتعدد الوكيل لنفس المنتج وإلغاء الوكالات الحصرية، ولا يمنع استيراد أي سلعة لها وكيل في السلطنة. وأشارت الوزارة أن جميع القوانين المعمول بها في السلطنة تسمح باستيراد مختلف السلع والمنتجات من مختلف دول العالم بدون أي قيود، ويتم الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير عبر نظام بيان التابع للإدارة العامة للجمارك. نشرتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها بعد الفاصل.
بحيرات الأنصب بولاية بوشهر وجهة تعليمية وسياحية وملاذ آمن للعديد من الكائنات الحية والفطريات. من جديد 60 تصميما حرفيا قامت الهيئة العامة للصناعات الحرفية بإيداعها في دائرة الملكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفق قانون حقوق المؤلف والحقوق. وتأتي أهمية تسجيل المصنفات الحرفية في نظام الملكية الفكرية بهدف تطوير الأداء الحرفي وتجويد الصناعات الحرفية وتحقيق التكامل في العمل على المستوى الإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المختصة بحقوق الملكية الفكرية. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر القادم اليوم 50 دولاراً و28 سنتا للبرميل، بانخفاض بلغ $1.14 للبرميل مقارنة بسعر يوم أمس. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر أغسطس الحالي بلغ $46.52 للبرميل، منخفضا بمقدار $4.03 مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي. انطلقت بمحافظة الوسطى فعاليات المراكز الصيفية وذلك لتطوير البرامج التعليمية وصقلا للمهارات والمواهب الطلابية. المراكز الصيفية التي فتحت أبوابها في مركز الكحل بولاية الجازر ومركز أبو مظبي بولاية هيمة تهدف إلى استغلال الوقت والاستعداد المسبق لاستقبال العام الدراسي الجديد. البرامج التعليمية اشتملت على تقديم ورش للتصميم والرسم على المواد والأدوات المختلفة المتوفرة في البيئة المحلية. البحيرات الخمس أو ما تعرف ببحيرات الأنصب باتت تشكل اليوم وجهة تعليمية وسياحية، حيث تشكلت نتيجة عمليات تكرير متطورة لمياه الصرف الصحي لتغدو موقعا يجذب السياح والباحثين والطلبة. ولزيارة البحيرات التي تتعدى مساحتها 140,000 متر مربع يمكن حجز الموعد من خلال الموقع الإلكتروني لشركة حياة للمياه. للوهلة الأولى يتبادى للسامعين عن بحيرات الأنصب وجود روائح من عدمه قد تمنعهم من زيارة الموقع الطبيعي. الإجابة بأن الماء الناتج عن مركز الصرف الصحي يتم تكريره بتقنية ثلاثية متطورة تجعل من تلك المياه صافية لا لون لها ولا رائحة. هنا أكثر من 290 طائراً تحجز مواقعها سنوياً في بحيرات الأنصب، المهاجرة منها والمحلية، ملاذاً آمناً للتكاثر وبيئة خصبة لمختلف الفطريات. تضم البحيرات تنوعاً من الأشجار والحيوانات البرية والزواحف. بحيرات الأنصب تعتبر محمية للطيور بشكل خاص ولا تنوع الأحيائي بشكل عام، فهي تعتبر مكان للزوار وهواة الطيور والمصورون وطلاب الجامعات والباحثين لعمل دراسات حول التنوع الأحيائي ومن ناحية الطيور نفس الحالة لرؤية الطيور المتنوعة، خصوصا هي الطيور المهاجرة التي تفد من أوروبا ومن آسيا ومن أفريقيا ومن مختلف دول العالم. القائمون أطلعون على الخطط المستقبلية لتطوير المحمية سياحياً وعلمياً بشكل أوسع دون المساس بالبيئة الفطرية فيها.
حيث تضم أماكن إقامة للمهتمين والباحثين، وتصنف كوجهة علمية وبحثية لدى العديد من المؤسسات التعليمية في محافظة مسقط، كما تعد مقصدا للباحثين عالميا. أحمد بن راشد الهنائي، محافظة مسقط. انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور المتسلق قاسم النعبي وهو يعتلي إحدى القمم الجبلية الشاهقة في الجبل الأسود بولاية قريات. في التقرير التالي ننقل لكم تفاصيل المغامرة ونصعد لنكتشف جماليات المكان من الأعلى. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر المتسلق لرؤوس الجبل الأسود في ولاية قريات بعد انتشار صوره وهو على قمة الجبل. ذهبنا إليه لمعرفة حقيقة هذه الصور التي التقطت للمتسلق قاسم الناعبي، وطرحنا تساؤلات عن أدوات السلامة المستخدمة وعن سبب اهتماماته بهذه الهواية. أنصح الشباب اللي عنده رغبة في هذه الموهبة أنه أول شيء يلتزم بأدوات التسلق، فهذا الشيء مفيد جداً لهم يعني، فما ينفع أنك تروح تسلق كذاك. يمكن أنا صحيح أتسلق بدون أدوات تسلق لأني متعود على المكان اللي أتسلق فيه، لأنه مكان في القرية فتعودت عليه من الصغر يعني. أتقن قاسم الناعبي هذه الهواية بحكم أنه من سكان منطقة جبلية، ودائما ما كان يمارس التسلق منذ صغره بمصاحبة كبار السن. بدايات في التسلق كانت بدايات بسيطة، ما كان فيها أي شيء من التكلف، كنا حابين هذه الهواية فقررنا نطور من هذه الهواية، فبدينا من الصغر بالتدريج يعني قمنا نطلع أماكن بسيطة أول شيء في الجبل الأسود، فحسينا بالإرهاق وواجهنا مشاكل كثيرة الصراحة، فقررنا أن ما نتوقف يعني نستمر في هذه الهواية لأن كنا حابين هذه الهواية. بعد اعتلائه قمة الجبل يصف المتسلق الكثير عن مشاهداته وهو في طريق الصعود. لما توصل فعلا قمة في الجبل فتشاهد صراحة تستمتع بالمناظر الجميلة أول شيء، فتشاهد الضباب في الأسفل خاصة في وقت الشتاء يعني معروف الجبل الأسود يعني بالمناظر الجميلة، فشفنا نباتات صراحة أول مرة كنا نشوفها يعني مثل الزعتر والبوت ونباتات كثيرة صراحة ما أقدر أعددها، فمناظر جميلة يعني على الجبل كنا نشاهدها. برغم أن التسلق الحر يتقنه الكثيرون حول العالم، إلا أن الخبراء دائما ما يدعون إلى أن يكون بمصاحبة خبراء وأن تستخدم أدوات الأمان. تلقيت اتصال من جهة حكومية فقالوا أنهم بيدخلوني دورات ويعلموني كيف أتسلق أستخدم الحبال في التسلق، فأنا قبلت هذا الشيء بحكم أنه شيء يفيدني يعني في المستقبل عشان أطور من موهبتي. يمارس الكثيرون هذه الهواية في السلطنة، حيث أبرزوا من خلال الصور التي التقطوها لأماكن تسلقهم مناطق سياحية، وساهموا في تشجيع الوصول لبعض المناطق التي يصعب الوصول إليها. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين:
جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية الهند الصديقة بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لبلاده. السلطنة توقع اتفاقية قرض بقيمة 3,550,000,000 دولار مع مؤسسات مالية صينية. أكثر من 1,100,000,000 ريال عماني قيمة الصادرات السلعية غير النفطية وإعادة التصدير للسلطنة عبر المنافذ الجمركية. وفي ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء.